أقوى شحن تم تجربته إلى الحين 120 واط وكاميرا بأداء عالي ودعم لتقنية الـ 5G. خلوني أعرفكم أكثر على الشاومي 12 برو الجديد واللي يقدم إمكانيات عالية زي مثلا شحن سريع 120 واط يا جماعة، وشحن أيضا في مدة أبسط من غيره. برضه يعطي إمكانيات عالية ومتنوعة. الشاومي 12 برو مصنوع من مواد زجاجية مع إطار معدني، الواجهة الخلفية منحنية وغير عاكسة، وملمس الزجاج فيها يعطي شعور مخملي. الكاميرا جاية على شكل مستطيل طولي ومقسمة، والكاميرا الأساسية ماخذة الحيز الأكبر في المستطيل. برضو الواجهة الخلفية تدعم طبقة الحماية الكورنينج غوريلا غلاس 5 عشان تحمي لكم نفس الجهاز والكاميرات. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة، ونفس الشاشة هذه تجي منحنية فيها ثقب يحتوي على الكاميرا الأمامية. برضو تدعم طبقة حماية الكورنينج غوريلا غلاس فيكتس هذه الجديدة، واللي تعتبر حماية قوية وتقاوم قطرات الماء والخدوش. معالج هنا الحركة سناب دراجون 8 الجيل الأول، ويجي بثمانية أنوية ومصنوع بدقة 4 نانوميتر، ويدعم 5G، فهو أقوى معالج إلى هالفترة. ولين ما سويت المراجعة يتم استخدامه في الأجهزة الذكية. وبالنسبة للمعالج الرسومي فهو الأدرينو 730. البطارية في الجهاز تجي 4600 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط وباستخدام تقنية الشاومي هايبر تشارج، وتقريبا بعد التجربة يشحن من 1% إلى 50% في 10 دقائق بس، وإلى 100% كمل النص ساعة الجهاز عشان يأخذ هالشحنة من 0% لـ 100%. برضو البطارية تدعم ميزة شاومي أدابتيف تشارج، واللي تتعلم طريقة شحن الجوال في المساء خصوصا يوم تشحن الجوال قبل ما تنامه. والبطارية تدعم الشحن اللاسلكي السريع جدا بقوة 50 واط، وبرضو تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط. ايضا الذاكرة العشوائية 12 جيجا، والسعة التخزينية 256 جيجا، ويدعم تشغيل شريحتين بس ما يدعم تشغيل كرت ذاكرة خارجي. نظام الجوال هو الاندرويد 12، ودعم تطبيقات جوجل اكيد موجود 100%، وعندكم النظام اندرويد 12 بواجهة المي يو اي 13، تعتبر جميلة سلسة تعطي كل اللي تحتاجوه، وفي اختصارات متنوعة زي شريط التطبيقات الجانبي والواجهة الثانية اللي تقدروا تقفلوها بكلمة مرور، بالإضافة لاختصارات أخرى تعودنا عليها زي سحب الأصابع لالتقاط الشاشة. أرجع وأكد أنه خدمات جوجل بالكامل مدعومة، برضو بحسب شاومي التحديثات راح تكون مدعومة إلى 4 سنوات لقدام مع استثماركم في هذا الجهاز. الجوال يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي 6E، برضو يدعم الـ NFC بحيث تستخدموها مع وسائل الدفع المختلفة اللي على الجوال. تقدروا تستفيدوا من محفظة HTC Pay للدفع على سبيل المثال.